الفنان وائل كفوري شكل ثنائي رائع مع نوال الزغبي، وتزوج من أنجيلا بشارة وله ابنتين، وشاهد والديه وفي طفولته. بدأ مشواره الفني منذ طفولته، وبعد سنوات قليلة من انطلاقته أصبح واحدا من أهم نجوم الغناء في العالم العربي. الفنان وائل كفوري اسمه الحقيقي ميشيل أميل كفوري، يبلغ من العمر 44 عام. ولد في حوش الأمراء بزحلة في لبنان بتاريخ 14 من سبتمبر عام 74. والده أميل كفوري ووالدته هدى شربل، وهو الثاني بين إخوته، حيث أن له شقيقتان هن ريما وميرنا، وشقيق واحد هو ميلاد. كانت عائلته تحب الموسيقى، فورث حب الموسيقى عن أهله، وكانوا داعمين له لخوض هذا المجال، وخصوصا والده الذي برع في أداء المواويل. كما أن والدته هدى شربل رأت فيه فنان مشهور، وقد كان يغني في حفلات المدرسة بشكل دائم، ولم يمنعه تعلقه بالفن من إنهاء دراسته الثانوية. بعد أن أنهى دراسته الثانوية انتقل من مسقط رأسه زحلة إلى بيروت لإكمال دراسته في جامعة الروح القدس الكاثوليك. خلال دراسته الجامعية سمع وائل كفوري في ذلك الوقت ببرنامج استوديو الفن للمخرج سيمون أسمر، فتقدم للبرنامج عام 92. وقد حصل على الميدالية الذهبية للبرنامج بعد أن أذهل كبار لجنة التحكيم بموهبته والقدرات الصوتية الكبيرة التي يمتلكها. كما شارك في دورته العديد من الفنانين الذين أصبحوا اليوم نجوما في العالم العربي، منهم ديانا حداد، كلودا الشمالي، إليسا، كاتيا حرب، جوانا ملاح، معين شريف، كاتيا فرح. قال عنه الفنان روميو لحود، وهو موسيقي ومسرحي لبناني، إنه أول هاوي يراه يغني باحتراف. كما قال أيضا روميو لحود أثناء تكريمه: اليوم بنعطي الميدالية الذهبية لصوت ما سمعنا مثله من 30 سنة. الفنان وائل كفوري وبعد نجاحه الكبير في برنامج استوديو الفن برزت نجوميته بصورة كبيرة جدا، وشكل ظاهرة في لبنان. ما جعل رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلياس الهراوي يتكلم عن وائل وصوته الجبار، وبذلك دخل بقوة إلى عالم الفن. تميز وائل كفوري بمواظبته على غناء اللهجة اللبنانية في بداياته، ثم ما لبث أن غنى أول أغنية له باللهجة المصرية، وهي بعترف لك إني بحبك. شكل ثنائي رائع مع الفنانة نوال الزغبي، وكان أول ديوتو له مع نوال الزغبي هو مين حبيبي أنا، وقد اشتهرت أغنيات وائل بسرعة كبيرة، خصوصا أغنيته الأولى موعدتك بنجوم الليل التي لا تزال حتى الآن تطلب وتغنى في كافة أنحاء العالم العربي. واستطاع أن يحقق النجاح من أول ألبوم أطلقه عام 94، وهو شافوها وصاروا يقولوا، كما اكتسحت أغنيته ليل ورعد الإذاعات والتلفزيونات لفترة طويلة.
النجم وائل كفوري لا يرى نفسه ممثلا، لذلك نادرا ما يصور أغنياته على طريقة الفيديو كليب، كما أنه يختار أغنيات يعرف مسبقا أنها ستنجح. حيث أجمعت الأقلام الصحفية في كل العالم العربي أن النجم وائل كفوري ليس بحاجة إلى الترويج لأغنياته، فما يلبث أن يطرح ألبوما حتى ينتشر بصورة كبيرة. كما أنه يعتبر الفنان الأكثر مبيعا والذي يحضر حفلاته العدد الأكبر من الناس، فاسمه كفيل بإنجاح أي مهرجان. وقد استطاع أن يثبت ذلك في صيفي عام 2017 وعام 2018، حين عاد بقوة بإحيائه عدد كبير من المهرجانات والتي كانت بطاقاتها كلها مباعة بشكل كامل. يحرص الفنان وائل كفوري على أن تبقى حياته العاطفية بعيدة عن الأضواء، ولم يعلن عن زواجه إلا بعدما كشفت الصحافة الأمر، حيث تزوج الفنان وائل كفوري من أنجيلا جورج بشارة في يناير عام 2011 مدنيا في قبرص، لينهي الشائعات حول حقيقة ارتباطه. ويقول الفنان وائل كفوري في هذا النطاق إنه تزوج سرا لأنه تربى على الخصوصية، وعلى هذا الأساس لم تكن تظهر معه زوجته بالمناسبات العامة. بالإضافة إلى أنه قال إنها هي لا تحب الظهور في الإعلام أيضا. رزقا بابنتهما الأولى وأسمياها ميشيل بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده الموافق في 14 من سبتمبر عام 2014. وفيما بعد قال إنه أسمى ابنته على اسمه لكي يبقى الاسم متداولا في العائلة، فهو فخور باسمه على الرغم من أنه غيره من أجل العمل. وفي شهر يونيو من عام 2016 رزق وائل كفوري بابنته الثانية وأطلق عليها اسم ميلانا. ولا يحب الفنان وائل كفوري أن يظهر ابنتيه في الإعلام، وذلك لأنه يخاف عليهما ولا يريد أن تتعقد الأمور في حياتهما، لأن والدهما إنسان معروف. لقب وائل بعدد من الألقاب الفنية مثل العندليب الطائر من قبل الملحن شاكر الموجي، كامل الأوصاف من قبل الملحن وسام الأمير. كما لقب أيضا عبر إحدى المطبوعات اللبنانية ربيع قلب الشباب، ولقب عبر جمهوره بأمير وملك الرومانسية أو أمير الأغنية الرومانسية.